السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الدكتور حمزة الفاضلي. بناء على الطلب ديالكم إن شاء الله اليوم غادي نقدم واحد لا فيديو اللي غنشرح فيها اون ديتاي البروغرام ديال لا فورماسيون ايوش اللي كنديروها في المركز ديالنا. بالنسبة لا فورماسيون ديال الايوش فهي واحد سيرتيفيكا انترناسيونال يعني دولية كتجي من لورغانيزم ليوش اللي هو واحد لورغانيزم متواجد في بريطانيا اللي هو تقريبا اكبر جمعية اللي عندها اعضاء في مجال السلامة والصحة والبيئة المهنية. ففي حصص مقبلة ان شاء الله بنهضر لكم اون ديتاي على هذا المركز هذا وعلى كيفية الانضمام ليه كعضو الى اخره ان شاء الله. الموضوع ديالنا اليوم هو لا فورماسيون ايوش ماناجينغ سيفلي، واحد السيرتيفيكا كما قلت لكم اللي هي انترناسيونال. بالنسبة في البروغرام فكاينين 8 ديال لي موديول. الموديل الاولاني اللي هو بريزونطاسيون دو ماناجينغ سيفلي يعني كيفاش كنديرو الماناجمنت ديال لا سيكوريتي في لي زونتربريز وعلاش اصلا خاصنا نديرو الماناجمنت. الموديل الثاني اللي هو ايفالي لي ريسك اللي هو موديل يعني اللي تري بينيفيك بالنسبة لي ريسبونسابل لي سوبرفيزور حتى لي زانيماتور، لانه من خلاله غنعرفو كيفاش لا ميثودولوجي ديال ليفالياسيون ديال لي ريسك بروفيسيونيل. الموديل الثالث كونترولي لي ريسك اللي غادي نشوفو فيه ان شاء الله لي ميزور دو كونترول ديال لي ريسك يعني شنو هما الاجراءات اللي كنتاخدو بواحد الطريقة احترافية من اجل التحكم في الاخطار. في الموديل نيميرو 4 اللي هو كومبروندر فو ريسبونسابيليتي اللي غادي نشوفو فيه الشق القانوني لا ديال الماناجر او لو شيف دونتربريز باش يفهم المسؤوليات القانونيه ديالو. الموديل نيميرو 5 اللي هو ايدونتيفي لي دونجي اللي ان شاء الله غادي نشوفو فيه كاع لي دونجي اللي كيكونوا في الميليو بروفيسيونيل و لي ميزور دو سيكوريتي اللي غادي نتاخدو. وهنا كيكون واحد البونوس يعني ابار لي دونجي اللي مطلوبين في الفورماسيون ديال ايوش ان شاء الله غنشوفو اون ديتاي كاع لي زاكتيفيتي اللي كيكونوا في الميليو بروفيسيونيل بحال لو طرافاي موتور بحال لوفاج ليكسكافاسيون لي سباس كونفيني الهوت وورك برودوي شيميك اتسيتيرا. يعني نشوفو ان شاء الله ان سيرفور عليهم وبطبيعه الحال اون باراليل مع الفورماسيون تيكون جروب واتساب خاص بها اللي كنناقشو فيه جميع الامور المتعلقه بهذا الامر هذا. الموديل نيميرو 6 اللي هو اونكيتي سور لي انسيدون اي لي زاكسيدون يعني لي زونكيت ديال لي انسيدون ديال لي زاكسيدون كيفاش كيداروا يعني من بعد ما كتوقع الحادثه شنو هما الاجراءات اللي كنتاخذوا وكيفاش كنديروا واحد لونكيت على لي انسيدون ولا لي زاكسيدون بور كو نو سو ريبرودويس با يعني باش ما يتكررش لينا في مكان العمل. الموديل نيميرو 7 اللي هو ميزوري لا بيرفورمانس كيفيه قياس الاداء ديال الشركات. اذا غادي نتعرفوا فيه اون ديتاي على كيفيه قياس الاداء ديال الشركات من ناحيه الاس اس تي يعني من ناحيه لا سونتي لا سيكوريتي او ترافاي. من بعد عندنا الموديل نيميرو 8 اللي هو بروتيجي لونفيرونمون كيفاش حمايه البيئه وهذا هو موديل جديد لي امبوزي في البروغرام ديال ليوش. غادي يعني نشوفوا فيه كيفيه حمايه البيئه وكيفيه الاخذ بعين الاعتبار لي شونجمون كليماتيك التغيرات المناخيه. بطبيعه الحال من بعد النهايه ديال الموديل ديال الفورماسيون كيكون عندنا اكزام تيوريك كيكون سو فورم ديال كيو سي ام اللي فيه 30 سؤال. وايضا عندنا بروجي بروجي اللي كيكون على شكل اناليز دو ريسك او لا ريسك اسيسمنت بالانجليزيه. بطبيعه الحال يعني وقت الفورماسيون كنحاول ان شاء الله نخدم معكم نماذج ديال هاد الامتحانات السابقه وكنحاول نخدم معكم ايضا نماذج ديال لي بروجي باش ما كتلقاو حتى شي اشكال وان شاء الله الجميع يحقق النجاح في هاد الشهاده هذه اللي كتعتبر كبدايه لمسار موفق ان شاء الله وللحصول على شواهد دوليه اخرى بحال مثلا الشهاده الدوليه النيبوش اللي سبق لي تحدثت عليها في فيديوهات سابقه في القناه في اليوتيوب. وغادي نحاول ان شاء الله نبريبار عليها قريبا فيديوهات اون ديتاي. هنا من بعد ما كنحصل على الشهاده كيفاش كنتاكد بان الشهاده ديالي راه شهاده اصليه من الايوش؟ فكاين هذا الموقع هذا غادي نخلي لكم الرابط ها هو باش تاكدوا يعني مباشره في الموقع ديال الايوش. كيكون عندي رقم الشهاده كيكون لتحت في الشهاده. انا غادي نشوف معكم دابا.
اذا كيكون لتحت في الشهاده. بطبيعه الحال الاخوه والاخوات اللي يحصلوا معنا على الشهاده راه غادي يفيريفيو حتى هما. دونك مثلا انا الرقم ديال الشهاده هذه اللي غادي نجرب فيها 606 دونك هنا الفيرست نايم الاسم الاول كيف ما مكتوب عفاكم في الشهاده، الا كان ماجوسكيل ماجوسكيل، الا كان مينيسكيل مينيسكيل. انا غادي نكتب واحد المثال فوالا سير نايم ديالو تري بيان. من بعد كندير send inquiry يعني envoy la demande. voilà très bien، خاص تطلع ليا هاد العلامه هادي بان certificate found، يعني بانه السيرتيفيكات ديالك راه ما مزوراش وراه الي كونفور. voilà دونك شكرا بزاف على المتابعه ديالكم. بيان سور سي فوز افي دي كيسيون نيزيتي با ا مو كونتاكتي كونسيرنو هاد لا فورماسيون هادي. الارقام ديالي سواء ابل سواء واتساب راه كاينه في لا فيديو، ومرحبا بكم باش تلتحقوا مع المجموعه المقبله ان شاء الله. شكرا.